شهد رئيس عبد الفتاح السيسي حفل تكريم أوائل الخريجين ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر في استاد هيئة قناة السويس. كان هناك استقبال حاشد من الطلاب والجماهير لرئيس السيسي فور وصوله استاد هيئة قناة السويس. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسيرة أوائل الخريجين بالجامعات المصرية، حيث جابوا استاد هيئة قناة السويس لتوجيه التحية للرئيس السيسي ولكافة الحضور. كما شهد الرئيس السيسي عروضا فنية وعددا من الأغاني الوطنية التي قدمها كورال جامعة قناة السويس وكورال الشرق من شباب الجامعات المصرية. هذا وقد شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعة مصر، وذلك بجامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية. واجتمع السيد الرئيس مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، حيث أكد على ضرورة طرح الأفكار العلمية لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة. كما ناقش الرئيس السيسي مع المجلس جودة التعليم والتنافسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، موجها بحسن معاملة الطلاب والاهتمام بهم في كافة المجالات. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن السنوات العشر الماضية كانت مرحلة انتقالية لسد الثغرات والفجوات في كل قطاعات الدولة. وخلال اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، شدد الرئيس السيسي على أن الهدف هو عمل توصيف دقيق للواقع الحالي للخروج بحلول تسهم في تقدم الدولة. في دولة في ظروف مصر ما عندكش غير أفكار تحل بيها مسائل وتحديات الدولة. وأنا عايز أقول لكم إن أنا بعتبر إن العشر سنين اللي فاتوا دول كانوا عبارة عن مرحلة انتقالية لسد الثغرات والفجوات اللي كانت موجودة في كل قطاعات الدولة. كانت إيه؟ سد الفجوات والثغرات في كل القطاعات، في قطاع التعليم، في قطاع الصحة. وبالمناسبة وإحنا بنتكلم في قطاع الصحة، إحنا عملنا فقط 50% من البنية الطبية، مش كده دكتور؟ اللي هو اللي كنت بتتكلم في 1400 مستشفى، احنا عندنا 700. مع الوضع في الاعتبار، يا ترى الجهد اللي بيتم في 700 مستشفى كمان يعني يساوي حجم العمل اللي ممكن 700 مستشفى يقدموه؟ أشك، لأن طبعا في اعتبارات أخرى. لكن على كل حال أنا برجع للنقطة دي عشان بس منك إيه، قلت لي إن احنا بنقدم علاج في المستشفى، وانا فعشان كده قلت لك ايه، من فضلكم مش من فضلكم، انا مش جاي اسمع كلام جميل. انا مش جاي اسمع، وعمر الكلام الجميل ما هو الهدف بتاعي ولا هدفنا. الهدف بتاعنا هو ان احنا نعمل توصيف حقيقي لواقعنا عشان نخرج بحلول ممكن تساهم في تقدم الدوله ديت. وخلال الاجتماع أشار الرئيس السيسي كذلك إلى أن كثيرا من التخصصات التي يتم تدريسها في الجامعات وفرص العمل بها منعدمة أو محدودة. ولفت الرئيس السيسي إلى أن سوق العمل ينتظر مئات الآلاف من العاملين في مجال الرقمنة. في كثير من التخصصات اللي احنا بندرسها وبتستوعب حجم من أبنائنا وبناتنا اللي في الثانوية، وهم فرص العمل ليهم هتبقى منعدمة ولا محدودة مش عارف. وبالتالي طب أنا عايز أقول لكم على حاجة، في نفس الوقت سوق العمل مستني مئات الألوف من الناس اللي هي في الرقمنة. سوق العمل مش في مصر، في مصر وبره مصر مستني إيه؟ سوق مستني شخصية أو بني آدم أو إنسان أو إنسانة متعلم المجال ده.
كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد الدولة للمساهمة من خلال صندوق تحيا مصر في بناء الجامعات التكنولوجية التي يبلغ عددها 17 جامعة، وذلك بحوالي 500 مليون جنيه، نصف قيمة التكلفة. وخلال حضوره جلسة حكاية وطن ضمن الاحتفال بيوم تفوق الجامعات، أكد الرئيس السيسي الاستعداد للمساهمة في مبادرة المبتكرين والمبدعين بمبلغ 50 مليون جنيه من خلال صندوق تحيا مصر. انت قلت ان احنا عايزين نعمل 17 جامعة تكنولوجية. انا ما اعرفش انتوا عاملين حسابكم على كام. اتصور 500 مليون ولا يا دكتور؟ هي التكلفة اللي كانت للجامعات القديمة 600 مليون جنيه فعلا، فاحنا نقول هنوصل لمليار دلوقتي. لا خلينا نقول 600 مليون 500 مليون. انا دكتور مصطفى من صندوق تحيا مصر مستعد ندخل في البرنامج ده، نبني الجامعات ديت اللي هي التكنولوجية ال 17 نص القيمة، والحكومة تدفع نص القيمة. موافق يا دكتور؟ طيب النقطة الثانية، أنت قلت إن في مبادرة جميلة بتاعت المبتكرين والمبدعين، وقلت إن أنتوا رازين لها 50 مليون. إحنا برضو ممكن نساهم معاكم من صندوق تحيا مصر ب 50 مليون إضافية، يبقى 100 مليون. كده يبقى معقول. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإنشاء 100 مدرسة على أن يتم الانتهاء منها خلال عام من الآن. وأضاف الرئيس السيسي أنه سيتم تمويل جزء من 100 مدرسة من صندوق تحيا مصر. إذا كانت الأراضي موجودة يا دكتور وجاهزين إن احنا وأنتوا اخترتوها طبقا يعني التوزيع الجغرافي والتوزيع السكاني والكلام اللي بيتحط في الدراسة بتاعتكم، نتكلم إن احنا نبدأ في 100 مدرسة دول. احنا في شهر 10 نقول إن شاء الله يعني بأمر الله سبحانه وتعالى نقدر خلال سنة 100 مدرسة دول يخشوا. شكرا في خمط يعني شكرا احنا جزيلا. احنا بنبدأ وكده. طب انا عشان الدكتور مصطفى ما اضغطش عليه زياده عن اللزوم، برضو هنحط رقم معتبر من تحيا مصر دكتور مصطفى كصندوق يمول جزء من 100 مدرسه دول. هذا وقد شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهميه عمليه اختيار وانتقاء المعلمين. وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف إعداد وتأهيل المعلمين لأداء رسالاتهم على أكمل وجه. احنا كلنا تعودنا في نتيجة تطور نظم وسائل الاتصال وكلام هذا القبيل، بقى دايما التليفون في ايدينا ودايما يعني بنضيع وقت معاه كتير ويمكن بنسهر شوية. طب انا عايز معلم يروح الساعة 6 الصبح المدرسة، فانا بقعده 6 شهور يصحى الساعة 5 الصبح. عايز معلم يهتم بالرياضة، طب هو ما كانش بيلعب رياضة قبل كده، فأنا بحطه في برنامج عام. صحيح. لكن الفني ما بتدخلش فيه. يعني إيه الفني ما بتدخلش فيه؟ أنت عارف كده يا دكتور. طبعا الفني اللي هو التخصص. أيوة. اللي هو بتاع الدكتور رضا ده مش بتاعي أنا. أنا بحط إطار عام لابني وبنتي اللي أنا هسلمهم أبناء مصر بعد كده. كما أعرب الرئيس السيسي عن استعداد الدولة لتقديم مختلف أوجه الدعم للقطاع الرياضي. وأضاف السيد الرئيس أن مصر لا تترك أبنائها لا سيما الأبطال الرياضيون، مؤكدا اهتمام الدولة بالإنفاق على مختلف القطاعات. أنا بتكلم على وزارة الشباب، بتكلم عليك أنت شخصيا، وبالمناسبة أشرف وأنا بقولها، ولو أنت محتاج دعم في هذا المجال إحنا ما عندناش مشكلة. ليه بقول كده؟ أصل ما يصحش إن يتقال إن حد من عندنا مشي عشان إحنا مش قادرين كويس، أو ما راعيناهوش، أو وقع مننا غصب عننا. طب هقول كلمة صعبة شوية. طب هو عشمان شوية، مش هقول طماع، هو العشمان شوية، أعمل إيه؟ هسيبه يعني؟ لا معاك. طيب انت شايف الناس بتعمل ايه في كل حته، ف يعني لو الارقام عندك انا بس عشان اقولها لمين، مش ليا اشرف، انا بقولها للناس اللي معانا هنا والناس اللي بتسمعنا في مصر عشان تعرف ان الدوله مش يعني العمليه مش ماشيه كده. ده في نظام وفي ارقام وفي ميزانيات محطوطه تعالج ده وتنفق عليه. وبالمناسبه ما
محدش بينفق زي ما دايما بقول الكلمه ديت. منين يا دكتور؟ من جيبنا، احنا بننفق من جيب مصر. هذا وقد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من رؤساء وممثلي اتحادات طلاب شباب الجامعات. جاء ذلك على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجامعة قناة السويس ضمن فعاليات يوم تفوق جامعات مصر. أكدت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني أن المحتوى البرامجي والدرامي يسهم في تكامل الرؤية بين الإعلام والثقافة. وأشارت وزيرة الثقافة إلى وجود تواصل دائم بين الوزارة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لافتة إلى دور بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين في الإقبال على الفعاليات الثقافية المختلفة. طبعا المحتوى البرامجي والدرامي بيعمل تكامل للرؤية بين الإعلام والثقافة، لأن الإعلام هو إحدى أذرع الثقافة في تنمية الوعي ووصول المعلومة إلى المجتمع، وكان دايما في تواصل دائم من خلال البروتوكول اللي تم توقيعه بين وزارة الثقافة والمتحدة في نقل الفعاليات الثقافية من ندوات ومهرجانات واحتفالات شعبية علشان تعمل رواج وتشجع إقبال الناس عليها. وبمناسبة الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، استطلعت كاميرا التلفزيون المصري آراء عدد من الطلاب بجامعة بورسعيد بشأن تطوير العملية التعليمية في إطار الخطة الشاملة للتنمية المستدامة. الجامعة بتاعتي الفترة اللي فاتت شاركت كتير في أنشطة، من يعني طبعا اتميزت فيها اللي هي النشاط بتاع أسبوع بتاع شباب جامعة حلوان، اللي طبعا أول حاجة أخدت فيها المركز الأول في طبعا اللي هي على كل المجالات في الجولة. وبعدين تعمل نظام بابل شيت، غير نظام الامتحانات من نظام امتحانات مقالي امتحان بابل شيت، وده سهل الموضوع الحفظ، ما بقناش بنحفظ زي الأول، بقينا يعني بنفهم أكتر ما بنحفظ في الكلية عندنا.
وعرفت كمان ان هم عايزين يعملوا نظام جديد، نظام الكتروني في الامتحانات مع الكمبيوتر مكان الورق في ماده محاسبه التكاليف. التعليم فعلا متطور. احنا عموما نظامنا ام سي كيو، وده نظام حلو جدا بيسهل على الطلبه الحفظ، لان في طلبه كتير ما بتعرفش تحفظ، ان في ناس طبعا متخرجه من علم كل الحاجات اللي بالنسبه لها مسائل ورياضه وحاجات من دي مش عارفه ان هي تحفظ الحاجات الادبيه، فده سهل عليها اكتر ان هي تبقى عارفه النظام وعارفه تحل. الحقيقه انا شايفه ان جامعتي في الفتره اللي فاتت دي كان فيها تطور يعني ملحوظ جدا للطلبه، بحيث ان احنا كانت الجامعه بتقدر توفر لنا خدمات كتير كانت الاول مش موجوده. هتكلم عن حاجه انا كنت موجوده فيها انا شخصيا، انا الفا وحده التضامن الاجتماعي داخل الجامعه. الوحدة عندنا كانت بتقدم دعم للطلبة بحيث ان تقدر توفر للطلبة الغير قادرين على دفع المصروفات المصاريف داخل الكليات، وقدمت ورش تدريب للطلبة في الفترة اللي فاتت دي، كذا اتعمل كذا ورش تدريب وكذا ورش اتعمل للطلبة داخل الجامعة. تسعى الدولة للارتقاء بمستوى التعليم في مصر، لا سيما قطاع التعليم العالي، لمواكبة المستجدات في سوق العمل. وتعد جامعة الجلالة بمحافظة السويس من بين أهم الجامعات التي تم إنشاؤها خلال الفترة الأخيرة لتحقيق هذا الهدف بما تمتلكه من تخصصات علمية متنوعة. سبعة مبادئ أساسية جاري العمل على تطويرها للارتقاء بمستوى التعليم العالي في مصر، اندمجت سويا ليتم تطبيقها في الجامعات الأهلية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشائها عام 2014 لتجمع بين التعليم الحكومي والساعات المعتمدة، وعلى رأسها جامعة الجلالة بمحافظة السويس. برامج هنا ماشية بالنظام الساعات المعتمدة كلها، مش ماشيين بأي حاجة تانية، نظام الساعات المعتمدة بالضبط النظام الأمريكاني. وكمان هنا عندنا الكورسات والمقررات اللي بنديها للطلبة في الأسنان مثلا، هتكلم عن الأسنان بالذات، الطلبة بتوعي بيبتدوا يشتغلوا في العيادات في وقت بدري جدا. يعني أنا الأول بدربه في المعامل وبجيب له حاجة زي بالظبط كأنها البني آدم، مش بس الأسنان، بكل حاجة، بالعظم، بكل حاجة بتاعتها، وهو بيبتدي يتمرن عليها مدة سنتين قبل ما يدخله على العيادة. أول ما بيدخل العيادة بيبتدي بقى يشتغل على المرضى فعلا. جامعة الجلالة هي من أولى الجامعات الأهلية المصرية. الجامعات الأهلية هي جامعة بتشتغل بنظام الساعات المعتمدة، وده بيؤدي إلى خريج متميز مواكب لسوق العمل. يعني إحنا وإحنا بندرب الطلبة أو بنعلمهم في جامعة الجلالة بنبقى عنينا على سوق العمل علشان يطلع خريج هو عارف السوق محتاج إيه، وبالتالي بيشتغل بناء على ده. جامعة الجلالة الأهلية التي أقيمت على أكثر من 170 فدانا تحتوي على 13 مجالا دراسيا بقوة 41 برنامجا دراسيا، كل منهم يهتم بالجانب العملي للتعليم والتدريب ليربط التعليم الأكاديمي بسوق العمل، فيمارس الطلاب مهنتهم وتخصصهم بداية من العام الدراسي الثاني بنظام المحاكاة الواقعية. الجامعة عامة الناس شايفاها ان هي حاجة جديدة، حاجة أهلية، بس ما شاء الله بتقنيات عالية جدا بمستوى عالي مش زي اللي موجود مثلا في الجامعات التانية. الأنشطة عامة اللي موجودة برضو عندنا في الجامعة أو كده أو في السكن، لا السكن عندنا السكن فندقي هايل، ودي ما حدش مفيش اتنين يختلفوا عليها. الحقيقه جامعة الجلالة بتوفر لنا سبل الراحه على اكمل وجه، بتوفر لنا ان احنا نبقى ابديتد ونبقى متطورين اكتر واكتر بسوق العمل، بحيث ان احنا لما نتخرج نكون قادرين نواكب سوق العمل. احنا طبعا الجامعه من الاساس التاسيس بتاعها ان هي تطلعنا دكاتره عارفين الاكتر نشتغل عملي، وطبعا في تدريب عملي هنا على طول. احنا عندنا في كلية طب أسنان احنا بنهتم بالجانب العملي بشكل كبير جدا، ان احنا بننزل في سنة تانية حاجة شبه العيادات وهي مرحلة ما قبل العيادات. التعليم بقى احسن بكتير، ده غير ان انا كل يوم فعلا في ناس بتساعدني والدكاترة بيساعدوني ان انا اكون من نفسي واتطور في التعليم بتاعي. مجال زي البيوتكنولوجي عندنا في الجامعة بيوفروا لنا فرص فيلد تريبس بره، سواء جوه مصر او بره مصر. في مواد عندنا يو ار دي بتأهلك لسوق العمل، حاجات بتكون زي الكوميونيكيشن سكيلز، يعني مهارات التواصل، بتعلمك ازاي تتواصل في سوق العمل وتكون يعني افكتيف، يعني تكون مؤثر بشكل واضح. انا شايف ان الجامعه هنا ممتازه على اعلى مستوى من التعليم، بيدربونا طبعا، انا باخد المحاضرات نظري وبطبق عليها عملي. للسنه الرابعه منذ افتتاحها تستهدف الجامعه ايضا الكليات التكنولوجيه الجديده التي تواكب احدث التطورات العلميه مثل الذكاء الاصطناعي والنانو تكنولوجي،
بالإضافة لعدد من بروتوكولات التعاون مع جامعات أجنبية للحصول على شهادات ثنائية معادلة في 8 مجالات، فضلا عن استضافة المؤتمرات العلمية الدولية للاستفادة من الخبرات المحلية والدولية. تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف. وعرب الرئيس السيسي في برقياته لأشقائه الزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية بمناسبة هذه الذكرى المباركة، داعيا الله تعالى أن ينعم على شعوبهم الشقيقة التقدم والازدهار. كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة حلول هذه الذكرى العطرة. هذا وتلقى الرئيس السيسي برقيات تهنئة من كبار رجال الدولة أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا العزيزة بدوام الرقي والرخاء. توافد أعضاء مجلس النواب على مقر المجلس للتوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024. شهد البهو الفرعوني بالمجلس تواجد عدد كبير من نواب الأحزاب، حيث أتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين للانتخابات الرئاسية. هذا وقد أكد المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب أن التوقيع على نموذج التزكية يكون من خلال النائب بشخصه ولا يجوز إنابة غيره في التوقيع عنه، كما أنه لا يجوز للنائب الواحد تزكية أكثر من مترشح. أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال تفاعل كوادرها وشبابها في مختلف التيارات والاتجاهات مع كافة المرشحين المحتملين للرئاسة. وأعلنت التنسيقية عن إطلاق حملة تحت شعار نعم للمشاركة لدعوة كافة المواطنين الذين لهم حق الانتخاب وفقا للدستور والقانون ومقيدين في قاعدة بيانات الناخبين، تدعوهم إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وإبداء رأيهم في صناديق الاقتراع لاختيار المرشح الرئاسي الذين يرغبون في التصويت له، لتعبر الانتخابات عن إرادة المصريين الحرة وتطلعاتهم وآمالهم. عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لذوي الإعاقة أولى دورات تدريب المدربين من الرائدات الريفيات ومدربي ذوي الهمم. وتعد الدورة التدريبية جزءا من الخطة التدريبية الموضوعة من مجلس إدارة الهيئة والتي كلف الجهاز التنفيذي بتنفيذها للتوعية والتثقيف بأهمية المشاركة الإيجابية في جميع الاستحقاقات الانتخابية أولها الانتخابات الرئاسية القادمة. بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعث برقية التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى المولد النبوي الشريف. وأكد وزير الدفاع في برقية التهنئة أن رجال القوات المسلحة يؤكدون تمسكهم بهدي الرسول الكريم عليه الصلاة وأفضل التسليم والاقتداء بسيرتها التي تعلي من قيم الإنسانية وتحث على السعي والجهاد من أجل البناء وحماية الأوطان، ماضين بكل شجاعة وإصرار في تنفيذ المهام والمسؤوليات التي توكل إليهم لتظل مصر وقواتها المسلحة درعا قويا لشعبها وسندا لأمتها العربية والإسلامية وكافة شعوب الإنسانية. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية التهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة. وبعث وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة بعث ببرقيات تهنئة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير الأوقاف وفضيلة مفتي الجمهورية. هذا وأصدر الفريق أول محمد زكي ورئيس الأركان توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود
ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام، بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. قام الفريق أول محمد زكي بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل، وحضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. أناب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. وقام الفريق أول محمد زكي بوضع إكليل من الزهور على ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة، كما التقى بأسرة الزعيم الراحل ونقل لهم اعتزاز وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وما قدمه من خدمات لمساندة الشعوب في تطلعاتها نحو الحرية والاستقلال. وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن التاريخ المصري يزخر بما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر، مشيرا إلى أن مصر اليوم تصنع معجزة حقيقية بإرادة حرة قوية في مواصلة المسيرة التنموية والحضارية وخلق مجتمع آمن يشعر فيه المواطن بالعزة والكرامة. حضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب قوات المسلحة تنفيذ مشروع مراكز قيادة خارجي ذي مستويين، والذي يغريه أحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني في إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. وأشاد رئيس أركان حرب قوات المسلحة بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للمشاركين بالمشروع، كما ناقش عددا من القادة والضباط في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية اتخاذهم القرار الأمثل لمواجهة المتغيرات الطارئة أثناء إدارة العمليات. أعلن الكرملين أن تسليح الولايات المتحدة لأوكرانيا بصواريخ أتخامز بعيدة المدى ودبابات إبرامز لن يغير الوضع في ساحة القتال. من جهته أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن القوات المسلحة الروسية تتعلم باستمرار كيفية التأقلم مع أنواع الأسلحة الجديدة خلال عملياتها العسكرية في أوكرانيا. كانت أوكرانيا قد أعلنت تسلمها دبابات إبرامز الأمريكية الصنع والتي تعمل بالطاقة النفاثة باعتبارها من أهم متطلبات كييف، حتى قدمت واشنطن أخيرا في يناير أكثر من 30 دبابة. بحثت الولايات المتحدة وكندا جهود الناتو المستمرة لدعم أوكرانيا وتطوير قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية أو ما يعرف نورد، والقيادة والاستثمار الدفاعي والتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادي. جاء ذلك خلال لقاء القائمة بأعمال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية ساشا بيكر ونائب وزير الدفاع الكندي بيل ماثيوز في مقر البنتاغون. وناقش الجانبان أيضا المجالات المحتملة لتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وكندا من أجل الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة، واتفق على مواصلة التنسيق الوثيق بشأن أمن منطقة المحيطين ومجموعة من القضايا الثنائية والعالمية الأخرى. أخبار التاسعة لا تزال مستمرة مع حضراتكم وتتابعون فيها. الولايات المتحدة تدعو أذربيجان لضمانة سلامة آلاف الأرمن الفارين من إقليم ناغورنو كاراباخ. دعت الولايات المتحدة أذربيجان إلى حماية حقوق المدنيين والسماح بمهام إنسانية ومهام للمراقبة. وسلمت رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان رسالة دعم من الرئيس الأمريكي جو بايدن،
مؤكدة أن استخدام أذربيجان للقوة غير مقبول وأن واشنطن تبحث عن رد مناسب. كما دعت سامان سباور رئيس أذربيجان إلهام علياف إلى الوفاء بوعوده بحماية حقوق العرق الأرميني وإعادة فتح ممر لاتشين الذي يربط المنطقة بأرمينيا بالكامل، وكذلك السماح بدخول المساعدات وبعثة مراقبة دولية. أعلنت الصين أنها اتفقت مع اليابان وكوريا الجنوبية على عقد قمة بين قادة الدول الثلاث في أقرب وقت ممكن. وأضافت الخارجية الصينية أنه تم الاتفاق مع اليابان وكوريا الجنوبية على تفعيل أطر التعاون المشترك بما يخدم مصالح الأطراف الثلاثة. ووصفت أن القمة الثلاثية التي استضافتها سول تشملت مناقشات معمقة حول تشجيع استئناف التعاون بشكل مستقر. نظمت مؤسسة حياة كريمة احتفالية لتوزيع مساعدات غذائية للأسر الأكثر احتياجا في محافظة الفيوم بالتعاون مع جمعية الأرمان. يأتي ذلك في إطار جهود المؤسسة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم توزيع صناديق مواد غذائية في قرى ونقوع المحافظة. أهلا وسهلا، شرفتوا، اتفضلوا، ده انتوا انستوا، مطرحكوا ده وكمان بيتكوا يسعى من الأحباب ملايين. ده واحد من المشاهد المبهجة والعظيمة واللي بيعتبر نتاج توحيد الجهود والتكامل بين جمعية الأرمان ومؤسسة حياة كريمة تحت مظلة التحالف الوطني. مشهد مش مقتصر على محافظة واحدة بس، لكنه بيجوب كل المحافظات عشان تكون خدمة أهالينا الأولى بالرعاية في المقام الأول. وفي محافظة الفيوم تم توزيع كميات ضخمة من السلع الغذائية واللحوم على أكثر من 6000 مستفيد، بالإضافة لمشروعات التمكين الاقتصادي للأسر الأشد احتياجاً. بروتوكول التعاون بين جمعية الأرمان ومؤسسة حياة كريمة 2000 مشروع تمكين اقتصادي، احنا نفذنا بالفعل 400 مشروع تمكين اقتصادي، النهاردة 190 مشروع جديد بينضم لينا، الإجمالي وصل ل 590 مشروع تمكين اقتصادي. بنستهدف أكثر من محافظة في إطار هذا البروتوكول اللي تم توقيعه تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهي شراكة قوية بين مؤسستين كبار زي جمعية الأرمان ومؤسسة حياة كريمة، تحت منهم يعني آلاف المؤسسات والجمعيات القاعدية في جمهورية مصر العربية بالكامل. وخلال الاحتفالية تم توزيع 3000 كرتونة مواد غذائية، ده بالإضافة لتوزيع 6000 كيلو لحوم، وكمان تم عرض نماذج ناجحة ل 190 مستفيد من مشاريع التمكين الاقتصادي ما بين أكشاك مشروعات صغيرة لمساعدة الأهالي الأولى بالرعاية في الخروج من دائرة الاحتياج لدائرة الإنتاج والاكتفاء. بشكر جمعية الأرمان وبشكر التحالف الوطني، ما قابلتش أي صعوبات ولا أي حاجة. الكارد قدمت عليه وهم جه عينوه، جه لحد البيت عينوه، وما فيش شهر والكارد جاي. في خلال 10 أيام 15 يوم صرفنا الكارد 20,000 جنيه، وال 20,000 جنيه بنسددها 10، كل شهر بندفع 500 جنيه. أنا خدت كارد 10,000 جنيه على مشروع صغير، فاضل لي 5 شهور وأخلص، بعد ما أخلص آخد منحة 10,000 تاني بدون سداد. التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني بيعد نموذج يحتذى به للوصول للأسر المستحقة بأفضل حزمة من الخدمات عشان ترفع العبء عنهم ونوصل بيهم لحياة كريمة طبقا لخطة الدولة في التنمية المستدامة. تواصل مبادرة 100 يوم صحة خدماتها الطبية في محافظة الوادي الجديد من خلال الفرق الطبية والعيادات المتنقلة بمراكز المحافظة، والتي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين للاطمئنان على صحتهم. وتضم الحملة العيادات المتنقلة والقوافل العلاجية لتقديم خدمات طبية متعددة بهدف تحقيق تغطية طبية لكافة مراكز وقرى المحافظة، خاصة المناطق النائية للوصول لأكبر عدد من المواطنين.
دهون، وبنقدم مبادرة صحة المرأة، كشف عن الكشف المبكر للسيدات لسرطان الثدي، ومبادرة الأم والجنين، وفي مبادرة المسح السمعي. تتضمن المبادرة مبادرة صحة المرأة للتوعية والكشف عن أمراض من الثدي، مبادرة الكشف عن الاحتلال الكلوي والأمراض المزمنة مثل الفحوصات السكر وضغط الدم والسكر التراكمي ومؤشر وقياس مؤشر كتلة الجسم وكذلك برضو التوعية للترديد المواطنين، برضو التوعية لهم، مبادرة كبار السن برضو، رعاية كبار السن سنهم فوق 65 عام. لها مردود جميل جدا 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 في الشارع المصري. لقينا حد يكشف علينا سكر تراكمي، لقينا حد يكشف سكر عشوائي، ضغط، بل بالعكس كمان اكتشفت أمراض عند بعض المواطنين. بعض المواطنين اكتشف انه عنده ضغط، بعض المواطنين اكتشف انه عنده سكر، بدا يعمل هي المبادره النفسيه بدات تحوله كاحاله للمستشفيات، المستشفيات بتاخد دورها، او اذا كان هو عنده مقدره بيحول نفسه لعيادات خاصه. جيت بذل مجهود جدا من جماعه هنا مكتب الصحه، قاموا بالواجب، عملت احتلال كلوي، عملت سكر تراكمي، عملت سكر عشوائي، ولقيت ما شاء الله تبارك الله الناس هنا ما شاء الله يعني اليوم بيقوم باجمل وجه كتمريض كطبيب ما شاء الله عليهم. تواصل معارض أهل المدارس المنتشرة في أنحاء محافظة دمياط تقديم وبيع الملابس والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة تصل نسبتها من 10 إلى 30%، والتي تنظمها الغرفة التجارية بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط. قال سمير شطا نائب رئيس الغرفة التجارية بدمياط إن المعرض سيستمر لمدة شهر بمشاركة 46 عارضاً، ويضم كافة المستلزمات الخاصة بالمدارس من زي مدرسي لجميع المراحل الدراسية وأحذية وشنط وجميع الأدوات المكتبية. يضم 45 عارض من كبرى شركات الملابس والأحذية، الأدوات المكتبية، الشنط، كل ما يلزم الأسرة موجود في المعرض. احنا جينا المعرض نشتري حاجة المدرسة، الأسعار جميلة وأسعار كويسة، يعني كنت جاي أجيب لابني بنطلون جبت 4، كنت جاي أجيب شنطة حاطة لها رينج 500-600 جنيه، أنا جايبة الشنطة ب 350. جبنا حاجات أدوات منزلية، جبت الزمزمية، في السلع التموينية جبت سكر ومكرونة. نزلت أشتري الحاجات لقيتها بصراحة أسعار بسم الله ما شاء الله تمام، كأن احنا في من قلب المصنع، كأنك بتشتري من قلب المصنع بالظبط، ويمكن أقل كمان. والناس هنا كلهم ناس ذوق، العارضين كلهم ناس ذوق وكويسين، بيقابلوا الزبون كويس، الأسعار كلها طبعا في متناول الجميع، والحمد لله اشترينا كل حاجة بأسعار تمام التمام. والآن نتحول في نشراتنا إلى أخبار المال والأعمال. أخبار اقتصاد ومصطفى نزار. مصطفى. شكرا محمد عبد الله، شكرا هيدا حسين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة. اختتمت فعاليات اجتماع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والذي استضافتها مدينة شرم الشيخ. خلال فعاليات اليوم الثاني سلمت مصر رئاسة مجلس محافظي البنك إلى دولة أوزبكستان التي تتولى استضافة الاجتماعات السنوية للبنك في العام القادم. على مدار يومين شهدت مدينة شرم الشيخ اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في نسخته الثامنة، بمشاركة ما يزيد عن 100 من وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية من مختلف دول العالم. وخلال الاجتماعات عقدت الكثير من الجلسات النقاشية التي تهدف لتعزيز الاستثمار في البنى التحتية. مصر تعد عضوا مهما بالنسبة للبنك، ذلك لأن الأخير دعم مصر في مشوار تنميتية بطرق عدة من خلال دعم مختلف المشاريع في مصر. المؤتمر ده مؤتمر على مستوى عالي، لأنه بيسمح للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إن هو يدي لمصر، وهو عضو يعني مؤسس للبنك، إن هو يقدر إن هو يعني مصر تشارك بأفكارها
في ازاي التنمية يكون ليها دور اهم في العالم عامة، وكمان ازاي نقدر ان احنا نجلب استثمار من القطاع الخاص كي يساعد في استثمار في البنية التحتية في مصر وفي العالم عامة. خلال فعاليات اليوم الثاني سلمت مصر رئاسة مجلس محافظ البنك إلى دولة أوزبكستان التي تتولى استضافة الاجتماعات السنوية للبنك العام المقبل. كما تم التأكيد في ختام الاجتماعات على دعم مشروعات الطاقة النظيفة وتوفير الدعم اللازم لتعزيز استثمارات القطاع الخاص. المؤتمر ده مؤتمر مهم جدا وخاص بالاجتماع السنوي للمحافظين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وده بالنسبة لنا احنا كقطاع هندسي بيدينا معلومات جيدة عن المجالات اللي البنك الاستثمار الآسيوي بيمولها وازاي نقدر نستفيد منهم في تمويل المشروعات دي والدخول فيها. القطاع الخاص بيستفيد من دعم الحكومة المصرية له ان هي بتشاركه معاها في حضور الاجتماعات وبتربط بينه وبين المؤسسات الدولية وبتفتح له مجال ان هو يقدر يقيم شراكات دولية وتتيح له فرص استثمار اكبر، وده مش اول اجتماع يعني ده السنة اللي احنا فيها دي ثالث مؤسسة دولية بتقيم اجتماعاتها السنوية عندنا. النسخة الثامنة من اجتماعات البنك الآسيوي أكدت أن التعاون متعدد الأطراف يساعد البلدان النامية بشكل محوري في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، بالإضافة لتعزيز جهود التكيف المناخي والتي تحتاج إلى تمويلات ضخمة لتقدم مصر نموذجا فريدا في تنظيم الفعاليات الاقتصادية الكبرى تحتزي به دول العالم. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلا جديدا تناول الصناعات الدوائية ومدى ما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد العالمي، مع عرض لكبرى الدول المصدرة والمستوردة للأدوية في العالم. هذا واستعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار استعرض جهود الدولة نحو التحول لمركز إقليمي لصناعة الدواء ومناقشة التجارب الدوائية الرائدة في مجال الصناعات الدوائية. استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين بودليجر ارتيدا خلال زيارتها الأولى إلى مصر لبحث العلاقات الاقتصادية المشتركة. هذا واقترحت الوزيرة السويسرية إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة، مشيرة إلى وجود مجالات تعاون واعدة من أهمها إنشاء المناطق الصناعية البيئية والهيدروجين الأخضر والنقل واللوجستيات. يذكر أن سويسرا تعتبر من الدول الرائدة في التطوير التقني لهذه القطاعات. أطلقت الحكومة أكبر قافلة للسلع الغذائية والخدمات البيطرية إلى محافظة شمال سيناء. تضم هذه القافلة حوالي 41 سيارة فيها أكثر من 75 طن من السلع الضرورية. وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير بتخفيض 50% على جميع السلع الغذائية، في حين تتضمن القافلة كراتين للسلع الغذائية المجانية هدية من الرئيس السيسي للمناطق الأكثر احتياجاً بالشيخ زويد، بالإضافة إلى توزيع حلويات المولد النبوي الشريف مجاناً. من جهته وجه محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة وجه الشكر إلى الرئيس على الدعم المتواصل لأبناء محافظة شمال سيناء والتوجيه بتخفيف العبء عن كاهلهم. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا على أن تعظيم فرص مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في المشروعات البتروكيماوية الجديدة لدعم الاقتصاد الوطني يأتي ضمن المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة لصناعة البتروكيماويات حتى عام 2040. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2022-2023. هذا وأضاف الملا أن الخريطة الجديدة لصناعة البتروكيماويات المصرية توجهت إلى تنويع رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات الوطنية والعالمية. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط وسط مخاوف من تأثر الطلب على الوقود،
وإبقاء البنوك المركزية الكبرى لأسعار الفائدة بشكل مرتفع لفترة أطول حتى مع توقع في شح المعروض. هذا وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 29% لتصل وتحقق ما قيمته 93 دولار وسنتان للبرميل. كما تراجعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 19% لتصل إلى 89 دولار و51 سنتا للبرميل. هذا وانخفضت أسعار المازوت عالميا بما نسبته 1.41% لتصل إلى 3.15 دولار للتر. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي هي الأخرى بما نسبته 1.97% لتسجل 2.58 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أصدر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تعليماته لوزراء حكومته بجمع حزمة اقتصادية جديدة بحلول نهاية أكتوبر القادم. أضاف كيشيدا أن الحكومة ستعمل على خفض أعباء الضرائب والضمان الاجتماعي بالإضافة إلى توفير المزايا المختلفة، وذلك في وقت لا تزال فيه الصحة المالية لليابان هي الأسوأ ما بين الدول المتقدمة. محمد عبد الله وهبة حسين في انتظاركم والمزيد من أخبار سياسية في نشرة التاسعة. شكرا لك مصطفى. افتتح الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط بمقر الأمانة العامة الاجتماع الوزاري العربي، والذي دعا إليه لمناقشة قضية الأمن الغذائي العربي والتمويل بحضور وزراء الزراعة العرب وممثلي مؤسسات التمويل والاتحادات والقطاع الخاص. خلال الاجتماع أكد أبو الغيط أهمية الأمن الغذائي بوصفه جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشيرا إلى التحديات التي يواجهها، حيث ضاعت الأحداث الأخيرة وضعفت من اهتمام الحكومات العربية بهذا الملف. إن الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وقد ضاعفت الأحداث الأخيرة من اهتمام الحكومات العربية بهذا الملف، لا سيما بعد أن كشفت جائحة كورونا خطورة الاعتماد على سلاسل الإمداد العالمية، كما أظهرت بعدها الحرب في أوكرانيا ضرورة الاستعداد لتراجع الواردات، وبخاصة من الحبوب التي تمثل لوحدها نصف فجوة الغذاء العربية، فضلا عن التأثيرات السلبية الشديدة لارتفاع الأسعار على نحو مفاجئ. نظمت الأمانة العامة للجامعة العربية اجتماعا لدعم مبادرة نبض العرب لمساندة السودانيين المتأثرين بهذه الحرب، وذلك في إطار تخفيف آثار الحرب المدمرة على الشعب السوداني في الداخل والخارج. شارك في الاجتماع الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط راعي المبادرة، وعصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق رئيس اللجنة العليا للمبادرة، كما شارك فيه عدد كبير من الرؤساء والأمناء العامين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة وعدد من الشخصيات العامة الناشطة والمهتمة بالعمل الإنساني والاجتماعي في المنطقة العربية. الشعب السوداني هو جزء من هذه الأمة، وبالتالي علينا جميعا أن نمد يد العون له ونساعده ونستمر في المساعدة مهما تطلب الأمر ومهما طالت. نفتح لهم ديارنا ونفتحتهم أبوابنا ونشوف الأمور هتروح لفين، وفي نفس الوقت نمضي في الضغط على المتقاتلين للوقف الفوري لإطلاق النار، لأنه بدون وقف إطلاق نار هتستمر هذه الأوضاع المؤسفة. الاجتماع كان بخصوص دعم المبادرة التي أطلقها بعض الإخوة السودانيين والمصريين في جمهورية مصر، مبادرة نبض العرب لإسناد السودانيين المتأثرين بالحرب. شاركت في هذا الاجتماع الذي يهدف إلى حشد الدعم من هذه الاتحادات المتخصصة
للشعب السوداني في الداخل والخارج. أعلن منتدى مصر للإعلام عن انطلاق فعاليات نسختها الثانية يومي 26 و27 من نوفمبر المقبل في القاهرة تحت عنوان عالم بلا إعلام. يحضر المنتدى أكثر من 2000 صحفي وإعلامي ودارس من مصر ومختلف أنحاء العالم بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، وتناقش نسخة هذا العام على مدار يومين وخلال ما يقرب من 84 فعالية تناقش التحديات التي تواجه العمل الصحفي وأحدث التقنيات المستخدمة في غرف الأخبار عبر مجموعة من الجلسات والنقاشات المعمقة التي تطرح عدة قضايا هامة، بالإضافة إلى عقد مجموعة من ورش العمل التقنية تستهدف صقل مهارات الصحفيين وإمدادهم بأحدث المعارف المهنية. والآن نتعرف على أحوال الطقس. مصطفى مزار، ووقفة أخيرة مصطفى. شكرا محمد عبد الله، وشكرا هبة حسين. أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد في محطتنا الثالثة والأخيرة في هذه النشرة، نستعرض فيها مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 24 والجو في القاهرة حار، في الأسكندرية 33-23 والجو حار، في مطروح 32-22 والجو فيها أيضا حار، في بورسعيد 33-25 الجو فيها حار، وفي الإسماعيلية 36-23 والجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 35 درجة مئوية والصغرى 23 والجو فيها حار، في العريش 33-24 الجو حار، في طابة 34-25 الجو فيها أيضا حار، في شرم الشيخ 39-29 والجو فيها حار، في الغردقة 37-28 والجو فيها حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 45 درجة مئوية والصغرى 27 والجو فيها شديد الحرارة، في أسوان 45-27 أيضا الجو شديد الحرارة، في الوادي الجديد 42-22 شديد الحرارة، في شلاتين 40-27 أيضا شديد الحرارة، وأخيرا في حلايب 34-27 والجو فيها حار. والآن مشاهدين الكرام نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن مشاهدينا الكرام نترك حضراتكم مع هذه اللقطات، اللقطات الأبرز لهذا اليوم. Thank you.
بهذا نصل لكم من ختام هذه النشرة، ولا تبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يعلن مساهمة صندوق تحيا مصر بنصف تكلفة بناء الجامعات التكنولوجية، ويكرم أوائل الخريجين ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر. الرئيس السيسي يؤكد اهتمام الدولة بأبنائها من الشباب وخصوصا الأبطال الرياضيين، ويوجه بزيادة مكافآتهم. الكرملين يقلل من أهمية تسلم أوكرانيا لأسلحة جديدة، ويؤكد أن دبابات إبرامز والصواريخ الأمريكية لن تغير الوضع في ساحة القتال. نهاية نشرة التاسعة، لكن هواء التاسعة يتواصل معكم والإعلامي يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. مساء النور، ازيك يا هبة؟ ازيك يا محمد؟ عاملين ايه؟ كله تمام. لعله يوم تفوق جامعي سعيد، يوم علمي بامتياز، حاجة تفرح وحاجة تشرف. وبعدين الولاد والبنات المتفوقين يشرفوا كده ويفرحوا القلب، فبقعد ارفع ايدي بالدعاء نبى رب اشوف عيالي في يوم من الايام متفوقين. يعني ربنا يتقبل، ربنا يستر ولادنا كلنا، ربنا يستر بالتوفيق. على كل، هنتابع النهارده بقى اليوم ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين بالمولد النبوي المبارك. كل سنه وانتم طيبين، واستاذنكم بقى نبدا فقراتنا. شكرا يا هبه، شكرا يا محمد.